مشاهدينا متابعين معكم، والتنور إليا فرانسيس عم بيرنم مساء الجمعة تراتيل السلام بكاتدرائية القديس نيكولاوس. لنحكي أكثر عن الحفل أكيد نستقبل معنا التنور إليا فرانسيس. أهلا وسهلا فيك معنا بتحلى الحياة. اشتقنا. أي والله. أكيد بالأكثر. أنت عندك رح يكون عندك حفلتين، ولكن اول رح نحكي عن ثلاثة. خلينا نبدا معك باول حفل يلي رح يكون ليله الجمعه ب 16 كانون الاول الساعه 7 المساء، والحفل رح يكون اكيد برعايه المطران بشاره اللي بشاره الحداد. صحيح. رئيسه اساقفه صيدا ومن تنظيم روتاري صيدا. صحيح. خبرنا عنه، هذا اول حفل. ليك مؤيد النوتات النوت يلي بدي اقولهم قلتيهم انت. نفس الشيء بدي اقول، اول شيء بدي اقول بونسوار للكل. ثاني شيء هذا الكونسير هو ب 16 الشهر صحيح بكنيسه مرنقولة. نعم. بصيدا من تنظيم لجنه المراه بابرشيد صيدا للروم الكاثوليك ونادي روتاري صيدا برعايه المطران اللي بشاره الحداد. والساعة 7 مثل ما قلتي رح يرافقني على الكيبورد خيي دوري يلي صار لنا تقريبا فوق ال 15 سنة سوا، ونفس الشيء جوكين صلبين على الفيولون كمان بنفس، يعني بلشنا نحن هالتريو. نعم. مع بعضنا هالتريو رح يكون تحت. الأغاني والتراتيل رح يكونوا كلها ميلادية. نعم. وبندعي الكل انه ينزلوا لانه هي انتري ليبر، يعني هي دخول مجاني. كل اللي بحب ينزل انتوا او انتوا اول الناس رح تكونوا تحت. يعني نسمع كمان مجاني هلا. ايه اكيد. شو التراتيل اللي محضره والريبرتوار مثل ما بيقولوا؟ ما نسمع كمان شيء منك هلا الي. اكيد يلا دغري. يلا دايما جاهز الي. فظيع. نسمع وايت كريسمس. هلا بدك توقفنا. يلا. I'm dreaming of a white Christmas just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. عندي شرط، كل ما غني بدي اخذ كادو. هيدي اول كادو بسعدها كده بيفتحوا. مع ان انت يعني اذا لبستك شو يلا بيلبق بيرنويل. يلا فتح كادو لك. لا هو لمين؟ للاطفال. ما عندك شي طفل حبك تعطي؟ اكيد عندي ابن خيي ما استقبلناه سنه الماضي اللي بتذكره. اكيد. يلا اختار وحده. عروت كثير كريم ونحن اكرم. يلا اختار وحده. يلا هلا بنختار وحده. اجى على هذيك السنه معنا وكان ستار معنا بالحلقه. ما في شي عمره ذكرنا عليا. هلا صاروا سنتين ونص، يعني لو اجى اليوم كان غني لكم بيتي بابا نويل. الله يسلمك. ما نجيبه جمعه الجاي من على سوبر نويل ويجي. بدك تخبرنا إليا عن الحفلة الثانية؟ أكيد. الحفلة الثانية هي ب 18 ديسمبر من تنظيم اللجنة السقفية ببلدية زوق مصبح. هون بحيي السيد روني صابر يلي هو عن جد عم يعطي مجهود كتير كبير لهالحفلة تنجح. راح تكون بمدرسة سيدة الويزة بأوديتوريوم بير بطرس طرباي. وهون بخلي الكل ينتبه انه المدرسة مش الجامعة. نعم. المدرسة فيها مسرح أكبر وأجد. بأوديتوريوم بير بطرس طرباي هو نهار الأحد 18 كانون الأول الساعة 7 بمشاركة الفنان السيد نادر خوري، كورال السيدة الوردية بزوق مصبح بإدارة السيد روجيم غامس. هون بوجه لهم تحية للكورال اللي عم يعملوا جهد كتير كبير. كورال هو كورال كنيسة. نعم. عم بيغني مع أوركستر يمكن للمرة الأولى. عنده هالإكسبرينس. عم يعملوا جهد كتير كبير، عم بيبينوا قديش هن بروفيسيونال. نعم. بحييهم كلهم. الأوركسترا هن أعضاء، هن 25 شخص من أعضاء بطبيعة الأوركسترا السيمفونية الوطنية. نعم. بقيادة المايسترو جارو أفيسيان. نعم. كمان بدعي الكل انه يروح. وكمان الحفل هو مجاني، يعني انتري ليبر. نعم. ما بحب انتري ليبر اكثر من مجاني. نعم. بحسها كثير
هيك بقى مجاني لا انتري ليف الثالثة اكلاس يعني ايه 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 الثالثة هي ال 19 يعني ب 19 كانون الاول 19 ديسمبر بجبال كمان من تنظيم اللجنة الثقافية ببلدية جبال اكيد على رأسها السيد زياد حوات بكنيسة القديس يوحنا مرقس بجبال يلي معروفة بالقنطش الساعة 8 بيرفقني على البيانو بيير بسبوس على التشيلو ليلى كنج على الفيولون ناجي عزار وعلى الجيتار سيمون بسبوس يعني كلنا بانتظار ان نحضر هالحفلة كريسوس معك لأنه صوتك أكثر من رائع إليا فرانسيس يعطيك ألف عافية وأنت فخر لصوت من لبنان وطلع لكل العالم بدك تقلنا شي ترتيلي شي كريسمس كارول وأنا كمان نقول لكل المشاهدين شكرا لأنكم تابعتونا بحلقة اليوم تحلى الحياة وأكيد رح نودعها بأحلى صوت إليا فرانسيس Thank وأكيد you. بكرة بنرجع نلتقى معكم وما رح أقبل إلا ما تاخد كادولة لابن لا ماتيو لا ماتيو ماتيو هاي بوس مني لك يا ماتيو ان شاء الله تكون عم تفهم علي لا قلت لك لو كان معنا كان غنى بيتي بابا نويل رح انا غنيها لكم ولا له لكن مع بيتي بابا نويل رح نختم حلقه اليوم تحلى الحياه مع ليا فرانسيس سي لا بيل نوي دو نويل لا نيج تان سو مانتو بلان اي لي زيو لوي فير لو سييل ا جنو لي بيتيز انفان Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, N'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Petit Papa Noël